من درعا معي مراسلنا محمد الحوراني. محمد، مساء الخير. تفاصيل ما أفدتنا به فيما يتعلق بهذا الانسحاب وأي جديد طبعا. نعم يا مساء الخير. ذكرت عمليات جيش الحر في الجبهة الجنوبية أن هناك تحركات عسكرية لميليشيات إيرانية كانت تتمركز في مواقع مختلفة كمدينة إزرع، كمركز منزلة درعا، في منطقة خربة غزالة، في عدة مناطق في محي سجنة كان هناك تواجد كبير لميليشيات حزب الله. ذكرت غرفة العمليات أن هذه الميليشيات كانت في الامس بعد منتصف ليل الامس تبدا بتحركات باتجاه العاصمه دمشق بالتزامن مع تحركات عسكريه ايضا لتلك الميليشيات التي تسيطر على عده مواقع في محافظه القنيطره ولا سيما في منطقه غسلات الموت الذي تربط بين محافظتي درعا والقنيطره وريف دمشق الغربي. هذه المنطقه التي تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الايراني. الجدير الذكر ميسون ان محافظه القنيطره كانت شهدت في الايام الماضيه ضربات عسكريه من قبل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، مما يدل على التواجد فعلي لقوات إيرانية في تلك المنطقة، وباتت هذه القوات في محل الانسحاب من الجنوب السوري. الجدير بالذكر أن بعد تواصلنا مع غرفة العمليات في الجبهة الجنوبية أو عدة قادات عسكرية في الجيش الحر أخبرونا أن هناك خطة في انسحاب الميليشيات الايرانيه لتامين الحدود بعمق 40 كيلومتر من الحدود السوريه الاردنيه وبعمق 40 كيلومتر من الحدود السوريه وحدود الجولان. وهناك طلب ايضا من انسحاب الميليشيات الايرانيه من تلك المناطق. ربما تكون هذه التحركات تغيير مواقع ليس انسحاب كما ذكر قائد عسكري في جيش الثوره، ولكن الجدير بالذكر ان اغلب المواقع القديمه التي كانت تتمركز فيها ميليشيات حزب الله اللبناني الحرس الثوري الايراني باتت الانسحاب باتجاه العاصمه دمشق. اين تحديدا؟ هل من معلومات مع من تحدثت اليهم بالجيش الحر محمد؟ العناصر المنسحبين ميسون او المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات حزب الله كما ذكرت لك في منطقه سجنه، في منطقه في بلده خربه غزاله، في ازرع، في ريف على الاستراتيجية الدولي دمشق عن درعا، بالاضافه الى تواجد في تل الشعار في محافظه القنيطره في منطقه الموت. هناك ارتال عسكريه لتلك الميليشيات كانت في الامس تتحرك باتجاه العاصمه دمشق، محيط العاصمه دمشق باتجاه بالتحديد منطقه الكسوه، بالاضافه الى الوصول الى مدينه الصنمين بالقرب من العاصمه دمشق. هناك تحركات عديده لم تتوضح الوجهه بالتحديد لتلك التحركات سوى ذكرت لنا المصادر العسكريه، ولكن ربما تكون هذه التحركات في الايام القادمه واضحه اكثر، وربما تكون منتهية في الجنوب السوري التواجد الإيراني وحزب الله اللبناني حسب الاتفاقيات الدولية وقاسم بعض المفاجآت السابقة. شكرا على كل هذه المعلومات. مراسلنا من درعا محمد الحوراني.